إذا كان لنا أن نضع عنواناً لهذا العام فسيكون الغزو الروسي لأوكرانيا. إنها الحرب التي غيرت الكثير من المعادلات العسكرية والسياسية والاقتصادية، وبين المعسكر الروسي والمعسكر الأوكراني المدعوم من الغرب برزت تركيا كوسيط يحسن التواصل مع الجهتين. منذ اندلاع الحرب حاولت تركيا أن تمسك بالعصا من المنتصف، إذ تحتفظ بعلاقات جيدة مع طرفي الصراع، فهي تقدم المساعدات الإنسانية لكييف مثلاً، وفي الوقت نفسه باتت العضو الوحيد في حلف الناتو الذي يرفض فرض عقوبات على موسكو. هذه الدبلوماسية الحذرة مكنتها من أن تلعب دور وساطة مهم، فبمساعدة الأمم المتحدة تمكنت من إقناع روسيا وأوكرانيا بتوقيع اتفاق الحبوب، اتفاق ساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي العالمي. التقطت هذه الصور في آب أغسطس الماضي عند وصول أول سفينة قادمة من ميناء أوديسا الأوكراني إلى مركز التنسيق الذي تشرف عليه الأمم المتحدة في اسطنبول. هنا تفتش السفن التي تحمل شحنات الحبوب بواسطة فرق أممية وتركية وروسية وأوكرانية، بعد التأكد من أنها لا تحمل سوى السلع المنصوص عليها في الاتفاق، تنطلق السفن للدول المعتمدة على واردات القمح الأوكراني. ووفقاً للأمم المتحدة، فإن الاتفاق المعروف بمبادرة البحر الأسود ضمن انطلاق أكثر من 1000 رحلة من وإلى الموانئ الأوكرانية، ونجح في نقل نحو 14 مليون طن من السلع الغذائية وصلت لأكثر من 40 دولة. لكن الوساطة التركية ليست بالمجان. يقول خبراء إن تركيا جنت بالفعل مكاسب سياسية واقتصادية مهمة. يجب أن نحافظ على علاقة جيدة بروسيا حتى نضمن إمكانية تنفيذ عمليات عسكرية في شمال سوريا مثلاً، كما أن الاقتصاد التركي في وضع صعب، وتركيا تعتمد على النفط والغاز الروسي لحد كبير. في المقابل فإن روسيا تستفيد من الموقف التركي، لأن تركيا هي الدولة الوحيدة في العالم الغربي القادرة على الحديث إلى طرفي الصراع، فقد كسرت تركيا العزلة التي تعيشها روسيا على صعيد العلاقات الدولية. سرعان ما تدفق الروس على تركيا، وباتوا أكثر الجنسيات الأجنبية شراءً للعقارات في البلاد هذا العام بحسب الإحصاءات الرسمية، إذ تجاوزت مشترياتهم 11,000 وحدة سكنية. ذهبنا لإحدى شركات العقارات في اسطنبول. هنا زادت نسبة تعاملات الموظفين مع الزبائن الروس بنحو 3 أضعاف على الأقل منذ بداية الحرب. تتركز المبيعات بمدينة أنطاليا المعروفة بطقسها المشمس. هم يشتري الجاهز، معناته ليسكن. وأغلب المبيعات هي شقق جاهزة للسكن. جاهزة للسكن. وظفنا تقريبا الآن 15-16 روس موظف متخصص. كان قبل الحرب 2 أو 1 موظف كول سنتر أو المبيعات، الآن تقريباً الجميع 16 موظف روسي موجود في شركتنا. ويقول خبراء إن احتمالية أن تلعب تركيا دور وسيط سلام بين الجانبين مرهون بوجود إرادة دولية لإنهاء القتال عن طريق الدبلوماسية. سالي نبيل، BBC نيوز عربي، اسطنبول.